أول خبر في عدد اليوم من جورنال فيغ جاب عنوان تدريب الفريدي للزرهوني قبل الالتحاق بالمجموعة الرجاوية، وخاض نوفل الزرهوني المنتدى الجديد لفريق الرجاء الرياضي تدريبه بشكل انفرادي داخل القاعة المخصصة لكمال الأجسام بالوازيس، وتدرب الزرهوني وفق برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف المعيد البدني والطاقم التقني للنسور الخضر، وكيسعى الزرهوني لاسترجاع لياقته البدنية بعد فترة من التوقف، الأمر اللي ساهم في فقدانه التنافسية، وكيكتف ابن مدرسة الرجاء من استعداداته باش يكون جاهز المباريات المقبله للنسور، مع العلم انه تعاقد مع الفريق الاخضر على سبيل الاعاره وفق عقد كيمشي لست اشهر قادما من الحزم السعودي. عبد الإله مذكور يتلقى عرضا مفاجئا من هذا الدوري، وتلقى عبد الإله مذكور الظهير الايمن لفريق الرجاء الرياضي عرض من اجل الاحتراف في الدوري الاذربيجاني، بحيث اكدت عده منابر اعلاميه ان احد الانديه الاذربيجانيه كترغب في التعاقد معه بعد نهايه الموسم الكروي الجاري، ومن المنتظر باش ينظر فريق الرجاء في العرض اللي قدمه الفريق الاذربيجاني لعبد الإله مذكور، هذا الاخير اللي كيتلقى ضغط كبير من طرف جمهور الرجاوي اللي كيطالبوا بتحسين مستواه، وبات البداوي هو الظهير الايمن الاول في منظومه المونديال الكبير مدرب بفضل المستوى الكبير اللي أبان عليه قبل ما يتعرض للإصابة، ويتم تعويضه بمذكور اللي مازال مستواه ما رقاش للتطلعات. جبريل سيلا هداف الشباب السالمي ما عطاونيش فرصه في الرجاء وبلاصتي كاينه في الفريق، وفي تفاصيل الخبر قال جبريل سيلا المعار من فريق الرجاء الرياضي للشباب الرياضي السوالم ان الفريق الاخضر ما منحوش الفرصه الكامله من اجل التالق، وقال سيلا صريح لي عقب فوز فريقه على اتحاد طنجة السبت الماضي ان مكانته موجوده داخل منظومه فريق الرجاء في الوقت الحالي، وقال في هذا الصدد بلاصتي كاينه في الفريق والرجاء ما عطاونيش فرصه. يوضح المهاجم غامبي للسوالم ان هدفه مع هذا الاخير هو قياده الفريق لاحتلال المراكز الخمسه الاولى في البطوله برو، ووصل جبريل سيلا لهدفه الخامس هذا الموسم مع الشباب السالمي، وابان على مستوى كبير خلى الجماهير الرجاويه طالب بعودته للفريق. يشال ان فريق الرجاء كان تادب جبريل سيلا في ميركاتو الشوي الموسم الماضي من فريق تونغيت السنغالي. الرجاء تعترض على لاعب اشركه اولمبيك اسفي في مباراتهما السبت الماضي، وتقدمت اداره فريق الرجاء الرياضي باعتراض على لاعب اشركه اولمبيك اسفي مدعي ان جمعوا عدد من البطاقات الصفراء ما كيسمحش ليه بخوض المباراه اللي جمعت الفريقين الاسفي في الدوره 16 من البطوله برو، وقدم فريق الرجاء اعتراض رسمي لمندوب مباراه الفريق امام اولمبيك اسفي ضد لاعب عبد الغفور لاميرات مدعي عدم قانونيه مشاركته بسبب عقوبه التوقيف، واعتبر فريق الرجاء ان لاميرات ما كيحقش ليه المشاركه في مباراه فريقه ضد الفريق أخضر بسبب جمع الأربع بطاقات صفراء، وبهذه الخطوة كيطمح فريق الرجاء لربح نقاط هذا اللقاء بعد ما يتم النظر في مدى صحة الاعتراض. ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فلاميرات تحصل على أربع بطاقات صفراء، أولها خلال مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة، والثانية ضد اتحاد توارقة، والثالثة ضد الغارين التقليدي، والرابعة ضد الشباب الرياضي السالمي، وهو الأمر اللي كيمنع اللاعب من المشاركة أمام فريق الرجاء السبت الماضي، غير أنه لعب اللقاء بالرغم من ذلك. بلغ منخرطو الرجاء يردون على اتهامهم بالتشويش على الفريق، وفي تفاصيل الخبر خرجوا منخرطي فريق الرجاء الرياضي بلغ السنكاري كيعبروا من خلاله على استياءهم اتهامهم المتواصل بالتشويش على الفريق، وطالبوا الرئيس عزيز بدراوي بالكشف على اسماء المنخرطين اللي كيعيقوا عمليه تسويه النزاعات مع اللاعبين. ووضح بلاغ المنخرطين انه ظل غياب تام مؤسسه الناطق الرسمي للتواصل مع مؤسسه المنخرط والتفاعل مع اسئله المنخرطين في موضوع التشويش على الفريق وتحريض اللاعبين على عدم التنازل على قسط مستحقاتهم، كما جاء في احد المنابر الصحفيه في هيئه المنخرطين نادت بسته ديال النقاط من بينها مطالبه السيد الرئيس بتسميه المنخرطين اللي كيعيقوا عمليه تسويه النزاعات مع اللاعبين، بالاضافه لاستعدادهم لعقد جمع عام استثنائي مستعجل للتصويت على التشطيب عليهم لاحد المنخرطين وفضحهم امام جماهير نادي الرجاء. وختموا منخرطي الرجاء البلاغ بالعباره التاليه: نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس النادي ومكتبه المديري على المجهودات المبذوله، وكذا لاعبي الفريق وطاقمه التقني في ظل وجود ملامح انسجام في المقابلات الاخيره. عزيز بدراوي يعيد بتحمله الشخصي لنفقات ملف نزاع احد اللاعبين الاجانب، وفي التفاصيل صرح عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي بتفاصيل نزاعه مع اللاعب الليبيري بيتر ويلسون اللي التحق بالفريق الاخضر خلال ميركاتو الصيفي الماضي. ووضح البدراوي في تصريح اعلامي ان ملف اللاعب الليبيري هو النزاع الوحيد اللي وقع منذ تراس الفريق الاخضر، وحمل رئيس الرجاء نفسه المسؤوليه الكامله بخصوص ملف نزاع الليبيري بيتر ويلسون، ووضح
انا غنحاول نحل نزاعنا مع اللاعب وديا، والا خسرناه غنخلصو من جيبي باش ما نتسماش تقاد تكاهيل الراجا، كما زاد البدراوي وقال في نفس السياق اللاعب بيتر ويلسون دعنا للفيفا على اساس انه وقع معنا وما لعبش، لكن حنا في العقد وضحنا بلي اذا ما نجحش في الفحص الطبي غيتعتبر العقد لاغي، هو الامر اللي وقع ووافق على ذلك. رسميا عبد الإله الحافظي يعود الى الرجاء ويصرح بهذه العباره، واعلن فريق الرجاء الرياضي رسميا امس احد عوده عبد الإله الحافظي لصفوف الفريق بعد تجربه خاضها في السعوديه رفقه فريق الحزم. وكنا سباقين قبل ايام لنشر خبر عوده عبد الإله الحافظي لفريق الرجاء بعد ما تنازع على مستحقات كتناهز 400 مليون سنتيم، وكان الحافظي غادر فريق الرجاء قبل سنتين في اتجاه السعوديه رفقه الحزم السعودي، بحيث لعب معها في القسم الاول والثاني من الدوري. وكتب عزيز بدراوي رئيس الرجاء عبر حسابه الشخصي موقع توصل الجماعي انستغرام ما يلي: عبد الإله الحافظي يعود لتعزيز وسط ميدان الرجاء الهجومي. من جهته عقب الحافظي على توقيع الرجاء اول رد منه على حسابه الرسمي موقع انستغرام بتغيير صوره البروفايل ووضع صوره ليه بخميس الفريق الاخضر وهو كيحمل كاس الكونفدراليه، وعلق عليها بعباره الحمد لله، اشاره منه لسعادته بالعوده مجددا لحمل قميص الفريق اللي تالق معه وحقق معه العديد من الالقاب. يشار ان فريق الرجاء الرياضي موقع لحد الان مع ثلاث صفقات وهما زكريا الوردي وفل الزرموني وبكير الحافظي. هلال الطير يقرب لاعبا رجويا بارزا من اتحاد طنجه في الميركاتو. وفي تفاصيل الخبر كشف مصدر مطلع ان هلال الطير المدرب الجديد لفريق اتحاد طنجه كيرغب في ضم زكريا حدراف في الميركاتو الشتوي الجاري. ووضح المصدر نفسه ان مدرب فارس البوغاز كيسعى لضم اللاعب الرجوي خلال الميركاتو الشتوي لتعزيز صفوف النادي من اجل المنافسه على البقاء في القسم الاول خلال الموسم الكروي الجاري، مع العلم انه من 16 مقابله خسر 14 لقاء وتعادل في لقاءين وكيمتلك حاليا نقطتين فقط. واكدت عده منابر ان اتحاد طنجة بات قريب من ضم زكريا حدراف على سبيل الإعارة نهاية الموسم الكروي الجاري، مع العلم أن اللاعب الرجاوي ما دخلش في المنظومة اللي كيعول عليها المدير الكبير. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Thank you.